عن الدراسة. هي الكلية أساسا رسميا كانت معلقة الدراسة، بس احنا بدأنا إضراب، كنا بادئينه من الأسبوع اللي فات، والأسبوع ده مكملين في إضرابنا، بلس إن احنا زودنا خطوة من خطوات التصعيد اللي هي الاعتصام. الاعتصام احنا اعتصمنا لان مفيش ولا مطلب من مطالبنا اتحقق. اولها هي القصاص لمحمد رضا. محمد رضا الله يرحمه طالب في كليه هندسه، جاي يحضر محاضراته زي اي طالب عادي من الطلبه المتفوقين، حضر محاضراته وطالع من محاضرته خد طلقه الله يرحمه استشهد وجوه كليته، لا شارك في مظاهره ولا شارك في اي حاجه ولا ليه اي توجه سياسي. احنا طالبنا بالقصاص لمحمد رضا، القصاص من الضابط اللي قتله، القصاص من وزير الداخليه، القصاص من وزير التعليم العالي اللي طالع بيقول لنا ده الرصاص بيلسع. احنا مستمرين ان شاء الله في اعصامنا لحد ما تحقق مطالبنا. تاني مطلب من مطالبنا هو رحيل قوات الشرطه والدخل والجيش من حوالين الجامعه، لان احنا للاسف دلوقتي ما بقيناش في جامعه، احنا بقينا في سكنه عسكريه وجايين ناخد محاضرات في السكنه العسكريه. اخر مطلب هو مطلب الافراج عن جميع المعتقلين من كليه هندسه، والغاء جميع قرارات الفصل التعسفيه للطلبه.